كانش الشاشه. السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم الميمات وخوتي وخواتاتي، كيف دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وباحسن الظروف، وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. توحشتكم بزاف بزاف، وعارفه بلي نتوما توحشتوني، وشكرا بزاف بزاف حيت كتسولوا فيا. الله يخطيكم، شحال ما شكرتكم قليل في حقكم. غبرت عليكم، وان شاء الله غادي نحاول نتحزم ونترزم يا اختي، وما نبقاش نغبر ان شاء الله باذن الله. ديما النهار اللي كنقول لكم ما غنبقاش نغبر كنمشي مشيه وحده. كي دوزتوا العيد ديالكم رجعت عليكم شي تماره؟ كيف دايرين؟ كلشي بخير؟ اش كتعاودوا؟ ايوا يا اختي توحشتكم والله القسم، لا توحشتكم، وغبرنا على بعضياتنا. انا اللي غبرت الصراحه، اما تبارك الله من الاخوات اللي هكا يعني اكتيف وخدامين، ما شاء الله عليهم، راهم خدامين على راسهم. انا نعس نعسه وحده، ايوا لا اله الا الله، ما عندنا ما نديرو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الروتين ديالي ديال هذا النهار تحت طلب ديال بزاف الاخوات. فاطمه الزهراء غير لوحي اللي كان، غير صوري ديري اللي كان، ما تغبريش علينا بالسيمانه بالربع ايام وانتي غابره علينا. ايوا يا اختي اش غادي ندير، حكمتي عليا، ما عندي ما ندير. وكنتمنى انكم تفاعلوا مع الفيديوهات، الله يجازيكم بخير. الله يجازيكم بخير، تفاعلوا مع لي فيديو. المشاهده عرفتوا طاحت في مره، انا كنبغي ندير شي حاجه اللي ديالي، ما كنبغيش نقلب على مواضيع ولا نطلع على الموجه كيف ما كيقولوا، باش نطلع وندير بلاصتي غاديه غير درجه درجه، غير مع الحيط الحيط غير السهله الحمد لله. ما باغياش نطلع طلعه وحده وفتالي نطيح طيحه وحده، يعني كنمشي غير مع الساهل وباذن الله يعني شويه بشويه. وكنقول للناس الجداد مرحبا بكم حيت دخلتوا لعندي وثقتوا فيا، والحمد لله حيت لقيت شي حاجه اللي عجبتكم وخلاتكم ديروا ابوني. وحتى اللي كيشوف الفيديو اليوم مازال ما اشترك عندي في القناه، مرحبا والف مرحبا. اش كتسنى يا اختي اش كتسنى؟ دخلي ان شاء الله الايام الجايه كلها غادي تكون زوينه، وكلها غادي يكون فيها الجديد. وباذن الله يعني خديت قرار انني ما غاديش نغبر، غادي نصور اللي كان معكم. حنا غير ولاد الشعب، يعني ما كاينلاش حتى نهار اللي يكون عندي البساطه ويكون عندي الدجاج ويكون عندي العرايد عاد انا نصور اللي قسم الله، غادي نبقى نشاركوا معكم. كنتمنى انكم تقبلوا على لي فيديو اللي غادي نبقى ندير معكم. وكيف ما قلت لكم من اول نهار اللي تعقلوا اول فيديو بديت معكم، قلت لكم حنا قناه متواضعه، ناس بساط، ناس دراوش، يعني كنحاولوا نشاركوا حياتنا البسيطه. بطبيعه الحال ما كنفتحوش البيوت، يعني الاسرار كلها كنقولوها، كنقولوا اللي غيتقال واللي ما خصوش يتقال بطبيعه الحال حنا ما كنقولوش. وكنقول لكم شكرا بزاف بزاف، خليكم معايا نوضوا نبداو الشغيل ديالنا ديال هذا النهار هذا. واي حاجه غنديرها ان شاء الله غنشاركها معكم. ما تنساوش خليوا لي واحد اللايك، اللايك الله يجازيكم بخير، شحال ما كثرتوا من لي لايك الفيديو ديالي كيطلع وكيشوفوه ناس جداد. وبطبيعه الحال الا كان عندكم شويه ديال الوقت وعجبكم الفيديو، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وصحاباتكم، والله يخطيكم عليا. وما تنساونيش واحد التعليق زوين ولا غير ايموجي ولا شي ضحكه ولا نقيطه، خليوها لي في لي كومونتير باش هكا كيكون التفاعل ديالكم مع لي فيديو. الله يخطيكم عليا، وكنموت عليكم والله القسم. وفرحانه بزاف حيت كنهضر معاكم، واخا شويه تلفلي الهضره وتلفلي الهيت، غير سمحوا لي. يلا ندوزو على نبداو النهار ديالنا، وما ننساوش الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ونخليكم مع الفيديو. المهم الغزالات ديالي هنا، اول حاجه غادي نبدا بالغديبه ديالي هي الاولى غادي نصبها، ومن بعد غادي ندوز نكمل الشيء الاخر. راكم عارفين حنا المكياج خصنا ضروري الوقت والخاطر. درت هنايا الحمى بالبرقوق، وبصحتكم وراحتكم غداتكم حتى نتوما. المهم الطياب ما نخافش عليكم، راه تبارك الله كلشي عارف المقادير وعارف القوام. وغادي نرافقكم هنايا بشليطه ديال الخس والتشين، اللي صراحه دابا هذه وقتها وكتحلى في هذا الصيف وكتجي زوينه بزاف بزاف، وكتبرد على الجوف كيف ما كنقولوا. المهم راني مزربه الفيديو بزاف البنات باش يبقى لي الوقت، يعني ما يجيش الفيديو ممل وما يجيش الفيديو طويل، باش نحاول نشارك معكم كل شيء في الفيديو. وصافي الغزالات ديالي هنا، غادي نحط الغدا ان شاء الله وغادي نتغداو، وضروري ما غادي نتكاو واحد شويه حيت غادي نمشيو حتى تقريبا حتى تقرب المغرب ان شاء الله. عاد غادي نمشي للعراضه اللي عندي، وغادي نوض ديك الساعات نكمل معكم الفيديو ونكمل معكم التصوير ان شاء الله باذن الله. وما تنساونيش الغزالات ديالي من لي لايك، الله يجازيكم بخير، ولا عجبكم لي فيديو بارطاجيو مع الحباب والصحاب، وبصحتكم غداتكم حتى نتوما وهانتوما معايا. المهم الغزالات من بعد ما وجدنا الغديوه ديالنا وتغدينا، دابا غادي نوجد راسي باش غادي نخرج حيت معروضه. المهم انا غادي نوريكم شنو غادي نلبس، نقابل لكم الكاميرا وعطوني الراي ديالكم في لي كومونتير، ومنين غادي نلبسها نصورها لكم ونخليها لكم في المنتدى اولا تلقاوها في الانستغرام هنايا. يلا خليكم معايا. ها نتوما البنات، المهم انا هذا الموديل هذا
كحس الطبلة. هذا الموديل هذا كنت شفته البنات في واحد لاباج وعجبني صراحه بزاف بزاف. بالنسبه زعما دابا انا كحامله ولا اخر صراحه كيجي زويون وخفيف. مهم اللون راه ما تديوش على اللون كيبان لكم في التصويره بلو سيال، وهو راه في بحال لي بلو فيغ بحال لي. المهم درتو غير مطرق هكا، درتو شويه وافي، والكميمات ديالو درت ليهم هادو هاد اللوين هذا. صراحه هاد اللوين في الاول كان عاجبني، وفي الثانيه منين درتو ما عجبنيش كاع، ما عرفتش علاش. المهم قولوا لي الراي ديالكم، واش كاين تناسق ما بين الالوان ولا ما كاينش. وفيها هنايا هاد البيضه هادي. المهم صراحه في اللبسه كلشي عجباتو، كلشي كيقول لي جاتك زوينه. وهنايا الحزيم ديالها هاد المجيدل هكا، والفولار تما يا اختي فين حصلت، تما فين بقيت حاصله، داكشي علاش خديت لها هاد اللوين هذا. ما بغيتش ناخذ حتى الفولار يكون فيه اللوان مشعشعين. المهم هو هنايا الكمام فيهم الموف فيهم البلو سيال، وحتى هنايا كاين شويه ديال الموف شويه ديال البلو سيال شويه ديال هذا البيستاج هذا، يعني مخذ منه واحد شويه وصافي. المهم ملي غنلبس ونوجد راسي غادي نشاركها معكم طبيعه الحال كيف ما وعدتكم وكيف ما طلبتوا مني يا اختي اللي بغيتو غادي نديرو معكم هذا النهار وصافي. شنو باقي لي دابا؟ مهم وصافي البنات، مهم داكشي اللي وريتكم هو اللي غادي نلبس. من قبل راني كنت خديت واحد الصباغه ديال غارنيير نمره 10، درتها حيت من بعد كنولي ندير موراها هكا لي ماش. هانتوما شوفوا عطاتني هذا اللوين هذا اللي الصراحه كيعجبني بزاف بزاف. هذا قهوه حليب كيجي داك اللوين ديالو حليلو كيجي زوين. غادي ندير موراه لي ماش ان شاء الله. شوفوا العيا بدا كيبان عليا وبدا كيبان ثقل. المهم الله يفك بحال كل واحد على خير والصوره المكمله ان شاء الله يا ربي. هذا الشيء اللي بقى ليه هنايا يعني نزار هو كيلعب مصيف يا اختي، جايب لينا شهر 7 غادي يدوش ولبس له حويجات حتى هو على ما يقرب الوقت. المهم ما غاديش نمشي دابا، مازال خصني نصاوب الفيراتي، مازال خصني نصاوب مكياج، شحال من حاجه خاصني نديرها. مهم خليكم معايا ما تزابيوش وما تمشيو فين اللي درتو ان شاء الله غادي نشاركو معاكم. او صافي الغزالات ديالي هنايا من بعد ما تغدينا صراحه ما نعستش، نعس غير سي محمد ونزار. نزار راه مازال هنايا كيدور بيا شنو كديري في وجهك وشنو كتصوبي. صراحه البنات عرفتوا راه من قبل ما نحمل ما درت شي وصفه في وجهي ولا درت شي حاجه، راكم عارفين كنخاف نستعمل واخا يعني المكونات طبيعيا كنخاف نديرهم في وجهي على حساب الحماله. وصافي منين بديت دابا كنتقلع عاد شويه بديت كنتفكر راسي وندير شي حاجه. هنا اللي درت النيله ان شاء الله دابا نشاركها معكم بطريقه جديده كتحيد لي بوانوار وكتحيد لينا داك التصبغات اللي كيكونوا عندنا في الوجه ديالنا. قلت نديرها هي الاولى وعاد نكمل الشيء الاخر. وصافي غادي نخليها هنايا كتيبس وغادي نصوب المانيكير الفراني، ولكن غير سكتوا يا البنات شريت لاباز ونسيت الصباغه البيضاء ما خديتهاش، لقيتها يبست في مره عرفتو تعجنت وتفقست وبقيت كنشوف نشوف وبانت لي في واحد الحاجه ما تقولوليش ما درتوهاش ملي كنتو نتوما كتقراو هي بلونكو. انا شخصيا بعدا كان ديما عندي الضفيرات طوالي فوق ما كنكون في القسم كنسالي هكا شي تمرين ولا شي حاجه كنهز بلونكو ونبقى كندير في ضفيراتي. هو اللي نفعني الصراحه درتو وكيجي غزال بزاف بزاف، غير هو ضروري انك ديري موراه لاباز باش كيبقى شاد. وهنايا صافي غادي نحاول ندير غير قماش خفيف بالزربه باش هكا نماسي داك النيله في وجهي. وغادي نغسلها مزيان بالصابونه ومن بعد ضروري من الترطيب راكم عارفين. وإلا بغيتوا الوصفات هكا وبغيتوا شي حوايج جداد بخصوص الصيف ان شاء الله يا ربي مرحبا والف مرحبا، خليو لي في لي كومونتير. وعلى الراس والعين اي حاجه كانت ان شاء الله غادي نشاركها معكم. وهنا غادي نرطب وجهي وغادي نبدا نصوب المكياج ديالي نيشان، حيت الصراحه الا بقيت حتى نعس غنوض منفوخه عرفتي فايضه على جنب الوصالي كيف ما كنقولوا. اللهم نصوب وجهي بلاتي عليا وفي نفس الوقت نصور لكم. مهم راني غير لقطات كنحاول نشارك معكم، يعني ما مصوراش داكشي بلا ديتاي، حيت الا بغيت ندير لكم ايتاب باغ ايتاب راه هنا غادي نبقى الفيديو ما كاينش اللي غادي يتفرج فيه ولا اللي غادي يكملو. صافي صوبت حجباني هكا بالزربه، غندير غير مكياج خفيف يعني ما غاديش ندير شي حاجه. وبطبيعه الحال حتى مكياج الا بغيتو نبقى نشاركو معكم يعني بطريقتي ماشي محترفه، ولكن كنزطط راسي كيف ما كنقولوا. خليو لي توا في لي كومونتير ونبقى نوجدو نصاوبو معاكم علاش لا. وصافي غادي نكمل هنايا المكياج ديالي على ما يفيقو سي محمد ونزار ويدوشو، ولبس نزار حويجاتو وصافي، ولبست انا حوايجي. وقولوا لي يا اختي كيف جيت؟ صراحه راني خايفه لا تشي ما تعجبنيش اللبسه وما تجيش هي هذيك. مهم غادي نكمل معكم هنايا المكياج ومن بعد ان شاء الله غادي نصور لكم سينيماتيك كيفاش جا المكياج وكيفاش جاتني اللبسه
ومين نوصل ان شاء الله لتما غادي نشارك معكم كل شيء وغادي نوريكم الاجواء كيفاش دايره بطبيعه الحال اللي لقيت كيفاش ندير نصور. يلا خليكم معايا. المهم الغزال ديالي كيف ما كتشوفوا هذا هو المكياج اللي درت اليوم، كنتمنى يعجبكم. وهذه هي اللبسه اللي لبست هانتوما. المهم انا غادي نحاول نبعد الكاميرا باش يبان لكم كل شيء، وقولوا لي في الكومنتير كيف جاني المكياج. وهذه المانيكير يا اختي، شوف واحد هو اللي ديباني راسو في الراه، هانتي غير ببلونك البنات درتو حيت المانيكير لقيتها يبسات كيف ما قلت لكم في الاول، ولكن ما عندنا ما نديرو. صافي درت هاد لي بيجو هادو دياولي، وصراحه عجبتني اللبسه، شكر راسو اللبسه عجبتني، جايه متيوله وجايه زوينه ومبرده زعما، مهم زوينه. قولوا لي نتوما زوينه، خليو لي في الكومونتير. يلا انا غادي نحاول ندير لكم سينيماتيك باش تشوفوا اللبسه كلها كيفاش جات. المهم الغزالات ديالي انا عاد جيت دابا من الحفله اللي كنت فيها، غادي نديرو تصويرات الزربه هنايا حدا هذا الورد. شوفوا تبارك الله دغيا ندخل بحالي دغيا منين ندخل.